قالك في جوي هجرتك الله صلى الله عليه وسلم بو مدينه فرمي خوتبو لا لا بيتا جبريل ها بولام بولام بوراقي بيه بو وبوراقي جبوتي بكاراتو قال غوازا بوراق بو اسمان سركوتو اسمان سرنا كوتو سر بوراق هل لما كان هتابت المقدس بين روش بيه بدو ها فرمي لا بس مو لو شو يعني كبيغمبران بيج من بس يعني واوشو يعني الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يابو؟ يوتريا مسجد مسجد الصخرة، ايش يوتريا؟ مغارة الأرواح. القدسة مغارة الأرواح تشي؟ أصلي قدس خويا أنا زعلانة فربون أو يعنيك آدمي اللي خلق كراه. باشا؟ أوش يعنيك آدمي اللي وليو برس كراوته ودواتريش لي دابزيوتو. اه. جا زور لوك والله ونتوجه هيك ادمي لي خلق راوك شويه. وين قال لنا مكه؟ وين قال بيت المقدسه. هذيك قال هندستان ولم آه. ولام والتين والزيتون وطور السنين اما هم لي شويه هم لي قدسه. و وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. مريم هرمكو مكه قدسه معناته. مالن <سؤال> دبروي آية تكش إنسان لا أحسن تقويم آخر ولا شو لا يجلو دوش أنا مالن قدسه مالن قدسه شو كأو شو أنا بابلين مزجوت نية بردك يجوا ليه جيركى أشكوته أشكوته كتقريبا بابلين أو بزمت بدمت تقريبا شتى كي واحد يعني أشدمت كاملا مزجود بون يجي تياك راو ورسول الله صلى الله عليه وسلم لوين يجي كابو بيا غمران لو جي جاي يجي كابو وقبة الصخرة عن بستوى كمزجوتي قد زوي كي مسلمان أنا أوي يا باشا أوي وهيكل سليمانيش هيك كاتل جير قد سانبون هيكل سليمان لاي كيوي صهيونه <سؤال> كيف لك يا كانشوا الدور القدس بيوتر كيبي الصهيون؟ كارسلمان لويه بيوديني يا بقدسه أو يهود شرب قدسه في روسيا. و عمر دو أيديات سيرك يهود نصارى أو شو أنا؟ كردو با شويني خالو خاشق أو مغارة الأرواح أو صخرة كلويا أو إمامي عمر

تاني بين زور التصويرك تصويرك بيشانه شو نقله يشكوته وفرشيل يا تانا أو خوي أصلي قدسة آدم ليا خلق راو ولا يشوا برس كراوتو برس كراوتو راح يبيع كراو لا أسمانك جدوى إخرى وتبهشت جدوى كتوان هي كراو كردوى أليو يوا دام راوتو تيجن جا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهده أو جاء ليه وبرزبيته لأن آدم يشلكو برز بو حد له هو ادريس يش له برز بو تو عيسى كوري مليش له برز ها هي تامهي سيزانا وهنديك لسرايليات يش لا سلا هنديك الان بلاي حديثي صحيحه لسري نيه تقريبا اش كانوا كوروات تاريخها تندمدم باشا بس أوي يك الله صلى الله عليه وسلم يجي لك دو امام عمر دو يش لك دو فرمان كليب مزغو دو همي اثار واحاديث اي شي قدنيه همي هي نسازين تن قدس ببيروز الله انصلمنا الله بربارك كلمه قدس يعني جي يعني بربركه قال الله <سؤال> سبحانه وتعالى فَمَا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين او زاويه زاويه هي بربركه تبو مجي يعني والله زاويه هي بربركه